بدأنا بفتح المستوصف في سنة 2007، وكان هذا من أول المستوصفات التي تعمل بشكل مجاني لجميع فئات المجتمع العراقي، مسلمين ومسيحيين ومختلف المذاهب والأديان. بس طبعا هسه بهاي الظروف شوية الأمنية هي يعني قد تكون شوية سلبية علينا، بس نفس الوقت يعني لازم احنا همينا يعني نمشي مع الوضع، مو نقدر مثلا نبقى إلى فترة أكثر مما نقدر عليه، همينا حفاظا على أنفسنا وحفاظا على سلامة المواطنين حتى لا يصير عليهم شيء مثلا بالساعات المتأخرة من الليل. يعني دائما احنا نطمح انه يتطور المستوصف، انه خدمات نقدر نقدم اكثر، نحتاج مثلا اجهزة جديدة، نحتاج اجهزة مختبرية، نحتاج انه المستوصف يستوعب اكثر عدد من المرضى لما نقدم خدمات اكثر. يعني الهدف مال المستوصف كان مساعدة الناس، ماكو فرق يعني لا مسلم لا مسيحي، اي جنسية كلهم نقدم لهم خدمات. كثير من الناس ما يملكون يعني أجرة كشفية الطبيب وأجرة التحليل والفحص، فكلفة العلاج في الصيدليات الخاصة وهاي مرتفعة، وكثير من الناس ما يعني دخلهم الشهري محدود، فما يقدرون يوفرون هذه الأموال لشراء الأدوية، في حين هنا تكون كلها مجانية والحمد لله. فأنا أحب يعني أشكر أبونا فائز اللي ساعدنا يقدمنا المساعدات. كان عندي بنتي دجيب دخلت بشهر العاشر، ما عندي يعني مال عملية بصراحة. أنا جيت على مود مستوصف يعني ماكو دكتورة، فولادتها داخلة بالعاشر، يعني ما عندنا إمكانية مو عيب، ما عندي يعني. قلت له أبونا، قال لي جبتيها هوني؟ قلت له إيه. قال لي إيش قد تحتاجين؟ روحي سألي. رحت سألت، أنطاني مبلغ مال عملية. وضع البلد ووضع الشخص اللي موجود هسه بالعراق انه يعني كنا نتبهدل. اذا يكتبوا لي ادويه، الاطباء يكتبوا لي ادويه ما موجوده وما متوفره بالمستوصف الحكومي او بالمستشفى الحكوميه، ما موجوده، بس هنا موجوده وينطوها مجانيه. وقام بدعم هذا المستوصف منذ ذلك الحين ولغاية هذا اليوم هي مؤسسة الإغاثة والمصالحة في الشرق الأوسط اللي هي FRRME. هناك أهداف كثيرة لهذا المستوصف، من ضمن هذه الأهداف ليس فقط احنا نعالج الآخرين، نحن نقدم رسالة حب لكل المجتمع العراقي، وهذا أيضا يعتبر نوع من التعايش والمصالحة من خلال هذا العمل. يعطينا أيضا أنه نشعر أننا نشعر بإنسانيتنا ونقوم بعمل الإنساني في داخل من خلال هذا البلد، لأن هي في الحقيقة هذه هي رسالتنا.